بداية، هل هذا المشروع بيواجه عقبات؟ المشروع دلوقتي ما يواجهش عقبات، لأنه كانت في تولينا بعد التكليف للوظيفة دي من سنة، ويمكن كان في لقاء من فترة كده مع سيادتك، مظبوط، إنه السيد فخامة السيد رئيس الجمهورية وجه لازم نكمل البنية التحتية. فزي ما سيادتك بتقول، بتتكلف كتير ولكن استدامتها على الأرض بيكون ليها نتيجة. نكمل البنية التحتية في مجالات الطرق والمدقات، عشان خاطر تقدر تدخل أرضك لازم يكون في طريق ومدق. استكمال البنية التحتية في الكهرباء، زي ما سيادتك بتقول لازم أوصل الكهرباء لرأس الأرض. ثم يحصل، وده كان توجيه لسيادة الرئيس النهاردة، إن احنا نبتدي نتكلم مع مستثمرين كبار وطنيين يدخلوا في مجالات إنشاء الشبكات الخاصة بمحطات الكهرباء وشبكات الجهد المتوسط والجهد المنخفض، لأنه معظم أراضي الريف المصري غرب النيل في أراضي الصحراء. احنا سيبنا الدلتا، مشروع حياة كريمة ماشي بخطى قوية جدا عشان إعادة الشكل للريف المصري القديم. ثم الريف المصري الجديد اللي بيتكلم على استدامة، على تطوير، على حياة، أو مجتمع عمراني جديد. فكان توجيه سيادته النهاردة إن احنا لابد إن في أسرع وقت ممكن نبتدي نحط إيدينا في إيدين مستثمرين كبار وطنيين، وفي عندنا ناس محترمين جدا يقدروا يدخلوا معانا، بحيث نكمل موضوع شبكات الكهرباء، وما يبقاش الموضوع فقط ان احنا ندخل بشبكات الجمهورية، لان تكاليفها هتبقى كبيرة جدا. قد ايه؟ احنا معديين لغاية دلوقتي اكتر من 7.5 مليار الدراسات اللي بتتم عشان خاطر منطقة غرب المنيا ومنطقة المغرى بس عشان ندخل الكهرباء لراس الارض. المغرى وغرب المنيا؟ انا عندي دلوقتي 7 مليار. اما ليه يا فندم؟ تكاليف الكهرباء غالية جدا ومكلفة، وفي معظم الأحيان الدولة بتتحمل استثمارات هائلة عشان أقدر أقول في الآخر إن أنا جاهز بالفدان ده. دول كام فدان يا عمرو بيه؟ إحنا عندنا غرب المنيا والمغرى، منطقة غرب المنيا يمكن عرضناها النهاردة، لأنه كان في تصديق من سيادته بقرارات جمهورية صدرت خلال الشهر الماضي بأراضي جديدة تضاف ويبتدي التجهيز ليها والتخطيط ليها في مجالات التنمية. فاحنا وصلنا لمنطقة سهل المنيا، وسط الصعيد بالنسبة لنا أصبح منطقة واعدة جدا، حوالي 960,000 فدان يا أستاذ أحمد. 960,000 فدان. بتبتدي من، هو برضو شبكة الطرق اللي اتعملت القومية دي بتبتدي منين؟ معلش يا عمرو بيقول لي بيبتدي من بني مزار. يعني بيبتدي سيادتك من بني مزار، تقاطعه بني مزار البويت اللي بينزل على الواحات، من تقاطع بني مزار البويت على طريق اسيوط الغربي، وحتى وصولا لتقاطع طريق ديروت الفرافره بطوله مواجهه تقريبا حوالي 110 كيلو بعمق من 10 ل 30 كيلو جوه في غرب المنيا. هو ده مشروع على بعضهم كده، 960,000 فدان على بعضهم، 960,000 فدان على بعض.